السلام عليكم حبيباتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان ان شاء الله، اموركم تكون كلها هانيه. كيف كتشوفوا البنات اليوم؟ نهار ديال التقضيه، وكيف وعدتكم غادي نبارطاجي معكم هذوك المنظمات اللي درت في الفيديو، كيفاش غادا نستعملهم في الثلاجه، وكيفاش كنخلي الخضر كتبقى محافظه معايا لمده طويله. نخليكم على فيديو. بزاف البنات دابا باش نغسلوا الثلاجه غادي نديروا فيها، غندير فيها شويه ديال الخل كيف كتشوفوا، بيكربونات دو صود، غندير بيكربونات دو صود، غندير شويه ديال الصابون اللي كان نغسل به الاوان. صافي شتي التفاعل ديالو الكيكون، عرفتوا شي يبان لكم ولا لا؟ تيبقى فيه واحد التفاعل. صافي نزيد معاه واحد شويه ديال الماء وغادي نغسل به الثلاجه. صافي البنات دابا كيف كتشوفوا راني دزت غسلت الثلاجه وعقمتها بهذاك المحلول اللي درنا ديال بيكربونات دو صود مع الخل. صافي كيف كتشوفوا ها هي تنقات. يلا الحاد قالت لي عندها شي ثلاجه تنوض، يلا يلا البنات الحماس يلا. صافي هنايا حتى هو غادي ندوز دابا باش ندير لها لي زاكسيسوار ديالها ونرتب فيها الخضره. كيف شفتوا البنات كنشدو الخضر كنمسحوهم بحال هكايا بشي زويف يكون نقي. صافي كنحيدو منهم داك الغبره وداك الا كان فيهم شي شويه ديال الماء ولا شي حاجه باش يبقاو ناشفين، ونخشيهم في الصاك، الصاك ديال الكونجيلاتور بحال هكايا، الصاك ديال الكونجيلاسيون مكتوبه في الكونجيلاسيون. صافي كنديرو فيه الخضره ديالنا وكتبقى محفوظه بحال هكايا، كتبقى واحد المده طويله. يعني ما غاديش نجيو غادي نديروه منو للبانيه حيت البروده غادي تضر لينا الخضره ديالكم وما غاديش تبقى صالحه. شوف ثلاثه هي البنات غادي نديروا لها نفس الطريقه، نمسحوها بحال هكا بزويف صافي ونخشيو او ميم طون. العمليه راه ساهله في ساعة، كتبقى لنا الخضره ديالتنا نقيه وكتبقى صالحه واحد المده طويله. صافي كيف شفتوا بحال هكايا غادي نديرو دابا ندير هذا ندير الخيار حتى هو غادي نديرو في واحد البلاستيكه نمسح بحال هكا شو مزيان هذا كيكون كتكون فيه شويه ديال الماء شتي. هذا ديجا كان عندي في الثلاجه ماشي شريته، كان ديجا عندي بقاو فيه غير هاد الجوج. هو غادي نديرهم باش يبقاو عندي بحال هكايا، هادو ديال الصالاد يبقاو مجموعين مع بعضياتهم في بانيه وحده. صافي فاش كنبغيو كنحلو بحال هكا وناخذو شنو بغينا ونسدو او ميم طون هكا. اللي بغى يستعمل الفيلم اليمونتيغ حتى هو ممكن، حتى هو تشدي بحال هكايا مثلا العدد اللي كتبغي في العدد اللي كتبغي في النهار، زعما في اليوم اللي كتستعملي مثلا ثلاثه ديال الخيزوات ولا اربعه ديرهم بوحديتهم بحال هكايا وصافي. ولكن انا كتجيني هذه اسهل، فيلم اليمونتيغ كنديرو غير في مثلا في الكرعه حمراء ولا دي شو ولا الشوفلور، وليت ندير فيهم هاد فيلم اليمونتيغ. الخضرة لا بحال هكا في البلاستيكات كتجي ساهلة حسن. صافي نستمرو بنفس الطريقة، إلا جا راه كتغوص نستمرو بحال هكا تنكملو الكمية اللي عندنا.
راه كتكون مغبره البنات شتيها، كتكون مغبره يعني مسحوها بحال هكا بشي زويف في ساعة، وكتبقى لنا الخضره ديالنا نقيه. غير هو البنات النهار ديال التقليه ما تغسلوش فيه الثلاجه، يعني الثلاجه تغسل قبل في الليل مثلا، وعاد النهار ديال التقليه تسيبي تسيبي بعدا حيدتي عليك واحد المهمه. ما الا غسلتي الثلاجه في نفس النهار وسترتي في نفس النهار كيكون عندك عاوتاني حوايج اخرى ما ديري، مثلا الطياب غسيل المواعين هذا تجي شويه قضيه واعره. اللوبيا كيف شفتو درتها بحال هكايا، ما قطعتها ما والو، غير درتها في ميكا بلاستيكا ديال المجمد كتدخل الثلاجه، ولا تقدروا ديروها في هاد البلاستيكات هادو هاد زيبر لوك، هي زوينه حتى كتسد عليها. صافي هادي غادي نحيد ليها هاد الرويسات هادو، نقسم منهم شويه بحال هكا، ما نقسمهمش كلشي ثاني باش ما تخسرش لينا، ما يخسرش لينا بزاف. غير شويه نحيد لهم هاد الرويسات صافي، ونمسحوهم ونديروهم حتى هما في بلاستيكات. كنتشريش الخضره البنات بزاف، كنشري كل حاجه كنشري منها شويه، يعني كنشري الانواع بزاف مختلفه، ولكن الكميه ما كناخذش بزاف، حيت حنا اصلا في الدار غير ثلاثه ديال الناس ماشي بزاف، غادي تبقى غير تخسر لينا. شوفوا راه البنات نحيدوا لي هاد الرويسات الخضرين، وكنت نحيد لي هاد الرويسات وكنقسمو، الا كانت كبيره نقسمها على 4، الا كانت صغيره نقسمها على 2. صافي تقسم على 2 باش تخشى ليا في الثلاجه، باش تخشى ليا في الباني زعما. نديرها في هذا، نديرها في هذا الفيلم ألمون تاع البنات. صافي ندورها بحال هكا، هذا فيلم ألمون تاع صور زوين بالنسبه للخضره، زوين بزاف. صافي بحال هكايا ما يدخلش ليها الهواء، وهذه حتى هي
بحال هكا صافي صافي. هادو مسحتهم البنات نديرهم حتى هما فواحد البلاستيك لفت ولفت محفور. شكون عزيز عليا اللفت المحفور تبان هنايا عندي كنحمق على اللفت المحفور في الكسكسو تيجي واعر. هذيك الحراره ديالو وداك المذاق ديالو رائع. هذه ما شتهاش خاصني نخشيها في الميكرو ديالها وصافي كتكون عندنا الخضرة ديالنا بحال هكا على هذا الشكل. نرد هذه لبلاصتها هذو البنات الكرافس والقزبر ماشي القزبر معدنوس والكرافس غندير المعدنوس بوحديتو والكرافس بوحدو. انا مثلا نديروش مثلا نغسلهمش مثلا نقطعهمش ونديرهم في الفريغو كنخليهم بحال هكاك باش الا بغيتو صافي كنقطعو في البلاصه وتنستعملو ديك الساعه باش كتجي النسمه ديالتو باقا مزيان. واخا ديال الفريغو كيسهل الماموريه ولكن ما فاش كديريه ما كتبقى فيه لا ريحه لا بنه لا مذاق والو كيعود باسل. كنخليه بحال هكا صافي غادي نديرو في بلاستيك. هي بلا ضروري بحال هكا الكرافس هما نديرهم بوحديتهم هنا صافي بهاد الطريقة تيبقاو مزيانين. البصلة و البطاطا غادي نديرهم في البانيي نديرهم في الشارجون كنخرجهم من الشارجون. البطاطا غادي نديرها في واحد الساشيه بحال هكا ونحطها باش ما تخلطش مع البصله. صافي تيبقاو بحال ما هكايا معزولين هما في بانية وحده ولكن راهم معزولين بطاطا بوحديتها وبصلة بوحديتها. صافي نسد عليهم هكا ونحطهم في الشارجة. الخبز شفتها هو البنات غادي نقطعو غنقطعو بحال هكا على جوج باش يدي ليا جوج ديال المرات يعني هذا غدا نطيب به جوج المرات. غنقطعو وننقيه ونديرو في صاشيات يعني جوج ديال الصاشيات.
النتيجة النهائية للناس ديال الثلاجة. هذا هو التنظيم، جا على هذا الشكل. نتمنى يعجبكم. كيف كتشوفوا البنات، هنايا الفوق هاد الطاجيره الفوق كنخليها لهاد لي بواط هادو اللي تندير فيهم البيض. دابا باغا السله ديال البيض مازال ما جاتوش. هنايا كندير فيه هاد، درت فيه هاد المنظمات هادو اللي عاد شريت، درتها هنايا، استعملت فيه دانون، وهاد البلاصه استعملت الاجبان فرماج، وهاد المنظم الاخر هذا درت فيه سوا بحال هكا دانون، والكونفيتور هنايا دانون، هنايا الزبده صافي. وهنا بيناتهم بحال هكا البلاصه ديال الحليب، ولتحت لتحت البنات درت هاد المنظمات هادو كيف كتشوفوا، درت فيهم هنايا مطيشه، درتهم فهاد البلاستيكات اللي وريتكم، يعني كتحلي بحال هكايا كتجبدي شنو بغيتي كترديها كتغطيها. درت هنايا، درت الفلفله بحال هكا كيف كتشوفوا، الفلفله والبسباس وهذا الخيار. المهم الخيار ومطيشه والفلفله كيبقى وحده بعضياتهم، باش الا بغينا نصاوبو شي سلطه ولا شي حاجه نصيبوهم وحده بعضياتهم صافي. نسدو هذا ضروري نسدو ليها الرويس ديالها بحال هكا. الباني الاخرى هادي درت فيها الجزر، ودرت فيها القرعه الخضراء، ودرت فيها الخرشوف. وهاد السليله هادي كندير فيها، هادي عندي ديجا، عندي شحال هدويا عندي، كندير فيها بحال هكايا شي حاجه اللي كتكون قليله بحال هادي. درت فيها الفلفله، واحد شويه ديال الطوماط سوغيس بقات ليا درتها هنايا صافي. هنايا فيه شويه ديال التفاح والمندارين بحال هكايا. وهادي كن هادي كندير فيها داكشي ديال لي ساندويتش اللي كنستعمل لولدي فاش كيبغي يدي معاه الكوتي ولا شي حاجه، لا كونتين باردون. هادشي كي كنحتاجو بزاف، هاد المايس، هاد بحال هكا مطيشات الحاك، مايونيز، لا مورتارد، المهم هادشي كلو كنحتاجو جمعتو بوحديتو هكايا. وهنايا عندنا النعناع، وهاد لي بواط هادو كندير فيهم شي حاجة بحال هكا إلا شاطت ليا، بحال استعملت النص ديالها ديال مطيشة ولا ديال شي حاجة شاطت ليا كنديرها هنا بحال هكا تسد عليها. هادو عمليين زوينين ديال مارجان، كناخذ منهم على حساب بحال هكايا، على حساب الكوتي، على حساب لاكونتين ديال ولدي، لوغوبا لوغوبا ديال ولدي. وهذا البنات هذا الكازيين الاخر، تا هو درت فيه بحال هكا الخضره، تا هو هز ليا هنايا الدنجال، المعدنوس والكرافس، شويه ديال شي فلور، هنايا اللوبيا، لوبيا خضراء، شي فلور، درت هنايا، درت اللفت، ودرت البطاطا. المهم البنات هادي هي النتيجة النهائية. كاين بلاصة ديال البيض، تاهو إلا فاش كنجيب البيض بالزايد وداكشي، كندير في لي بواط وكندير هنايا، وقريعات ديال نيسكافي، ديال القهوة سريعة التوابل. ناباش، المهم داكشي اللي كاين كل مره وشنو كاين كنديرو هنايا صافي. وهاديك البلاصه تحت هنايا كنخصصها بحال هكا غير الدواء، الا شاط ليا الدواء لولدي وداكشي باش ما يخسرش السيروات صافي، وقريعات ديال الماء، هادشي اللي كاين. المهم كيف كتشوفوا هاد لي باني جاوا زوينين. جاوا زوينين كيف كتشوفوا. بهاد الصوره البنات كتكون لا فيديو ديالتنا سالات، واذا عجبتكم لا فيديو تنساوش ديروا ليا لايك. وبالنسبه للبنات اللي اول مره كيشوفوا لا فيديو يتابعوا معايا فضلا ليس امرا، وخليت لكم الراحه ولهنا، واحبكم في الله، وشكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء.